في العام 2015 في باريس اتفقت 197 دولة على الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن على ألا تتجاوز درجة حرارة الأرض الدرجتين المئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى درجة ونصف الدرجة. واتفق الأطراف على أن يتم تقييم نتائج الاتفاقية كل 8 سنوات، ليكون هذا العام 2023 أول عام سيتم تقييم نتائج الاتفاقية فيه بمؤتمر كوب 28. الماء هو شريان الحياة، والشجر هو رئة هذا الكوكب. وبين طرفي الحياة على هذا الكوكب يبقى الرقم 1.5، الرقم السحري لهذا العام. ولكن لماذا درجة ونصف الدرجة؟ وماذا يمكن أن يحدث لو زادت أو نقصت قليلا؟ لا يعد هذا الرقم إحصائية عشوائية، بل إنه مؤشر على النقطة التي ستصبح عندها تأثيرات المناخ ضارة بشكل متزايد بالنسبة للبشر ولكوكب الأرض كله. لو افترضنا أن درجة حرارة الأرض ارتفعت عن معدل درجة ونصف الدرجة، واستمر هذا الارتفاع إلى عام 2027، دعونا إذن نستكشف كوكبنا بمنظور جديد، ولنذهب إلى القطب الشمالي لنبدأ من هناك. الجليد هو مرآة كوكبنا، حيث تعكس مساحاته البيضاء أشعة الشمس لتخفف من درجات الحرارة، وعند ذوبانه سيقل معدل انعكاسها مما يؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض، بالإضافة إلى أن ذوبان الجليد سيرفع من مستوى سطح البحر مما قد يصل إلى 7 أمتار، وسيترتب على ذلك تغير الحياة المائية على سطح كوكبنا بتدمير البيئة البحرية، ويقدر بأن يدمر ما لا يقل عن 70% من الشعاب المرجانية عصب الحياة البحرية، كما قد تختفي بعض المدن الساحلية لتعود أسطورة هرقوليون المدينة الغارقة. مع ارتفاع درجات الحرارة عن درجة ونصف الدرجة المئوية سيتغير المناخ، وسيؤدي أيضا إلى زيادة نسبة الرطوبة في الجو، مما يفضي إلى مزيد من سقوط الأمطار شديدة الغزارة، ويزيد أخطار حدوث الفيضانات والسيول، فتزداد الأعاصير مقتلعة الأخضر واليابس، وسيؤدي ذلك إلى تدمير غابات الأمازون من خلال التصحر، وبالتالي انهيار نظام الغابات المطيرة وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بدلا من امتصاصه وتخزينه، وتزداد حرائق الغابات. ولكن ما هي أهمية غابات الأمازون؟ تعتبر غابات الأمازون رئة كوكب الأرض، فهي تمتص 25% من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتنتج حوالي 6% من مجموع الأكسجين على سطح الكوكب. ومن أخطار تبخر المياه زيادة موجات الجفاف وقلة الأمطار، مما سيؤدي إلى فقدان المحاصيل في بعض المناطق التي تعد سلال الغذاء للعالم. وإذا حدث ذلك في وقت واحد فسيؤدي إلى مجاعة في قطاعات واسعة من هذا العالم، وستنقرض كائنات حية وتتطور أخرى لتتكيف مع واقع الأرض الجديد. الجدير بالذكر أننا ما زلنا قادرين على تغيير كل ذلك قبل الوصول إلى نقطة لا عودة التي تتجاوز عندها نظم الأرض عتبة تنطلق فيها تداعيات متعاقبة ولا رجوع عنها.